اجري 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 جزء في الطلب بتمثل هما مش جزء جزئين الجزء الأول بتمثل في يعني الشغل المتقن يعني إذا كان شغلتك متقنة بتضمن إنه يطير إنه يطير طلب تاني إشي إنه يكون الميزان دقة معمول يسرع شغل رح يطلع ايش كيف تعرفت ايش طلبت مش كله سهل عارف الازرق اكثر احنا لفظ ايش طبق بالنسبه لقيتها يعني كله صار هيو زي ما انت شايف قدامك كله منيح ضايل نعمل ميزان الديل ونعمل ديل ونطير عشان نلعب في بنات كثار بنلعب معها عشان نتحارب عشان نتصالح احنا في الحرب كنا ننام في هذه الدار في غرفه واحده ولما احنا يعني صوت الداب كان عن جد حامي لما تطلع الهليكوبتر كانت تطلع صوت عالي عالي واف 16 كانت برضو هذه تنزل حالها يعني شوية وتنزل على الأرض تطلع من فوق روسنا وصوتها عالي والصغار يومتها ما راحوا كلهم الصغار هدول كانوا هنا عادوا يصوتوا تروح على البحر تروح قلب الشبشبة أروح معاكم اسم طبق الهلال حلو بس هو انا قالوا من طبق بس طبق طلع مخرد نكسر زي ما قلتوا هذاك شو اسمه جنس ونتفا يعني نعلى عليه ونتغلب عليه هذا الاشي ويعني ما يكونش طالع علينا اشي اعلى منا احيانا بكون المنظر او المظهر بكون حلو وبرفع عن نفوس اولاد غزه برضه بنسيهم الهموم اللي صارت في الحرب اشي مفرح انه يعني نكسر هذا الرقم بحيث انه هذه موسوعه جينيس لما ندخل فيها الرقم القياسي حتبين اسم فلسطين وبهذا هم بقدروا يوصلوا اسم بلدهم للعالم لكن هذا اكبر واحسن تعلمت يعني من الغلط لما انت فضلك كل الفضل لسيد يعني هو طب انت يا سيدي من وين تعلمت من وين انا ولدت كبير من انا ولدت زيكم كنت زيكم صغير يعني حتى الطائرات الورقيه اختلفت الطائرات الورقيه هي كانت لعبتنا وهي اللي كانت يعني تسليتنا الوحيده نفس الجينات هي ما اغتيرش ولا حاجه فيها أنا بيجوا كتير فاحنا بنهتم منهم بس يعني عادي من الشارع هذاك بيجوا أو من هذا الشارع وبدخلوا في هاتشو الدور هي كانوا بياخدوا كل الإزلام كانوا بياخدوا عمي وبياخدوا كل عمان
سامع هذا الطبق بكرة؟ أها بس بعض التعديلات أها رح حطوا رقم قياسي كبير هو رقم جنس من حق الكرامة والتعليم والحرية والعدل والمساواة والحياة إني برفع عن نفسي وبأعطي يعني بكتب رسالة للعالم كله إنه حق العودة حق الرجوع إلى دياري السنة الجاية بحط طعمة طبق كبير أحسن وهالقيت يعني والسعادة الأكبر كانت لما شفت كل الأطباق هدول يعني المنظر الهائل مكمل هائل من الأطباق.